شفت هالحقير طلع دكتور بالجامعة. اسمع اهدى شوي وفهمني شو صاير. كيف بدك يعني اهدى لي؟ كنت رح أدول الزلمة لأنه فكرت أنه في شي بيناتهم. لك أنت شو عم تحكي؟ قاتل شو هاد؟ فهمني شو يعني شو في بيناتكم؟ أنا شو عم بعمل هون؟ لك استنى يا زلمة، شو عم تعمل؟ فهمني. اهدى شوي هلأ. شو بدك تتقاتل مع دكتور بالجامعة؟ أمير طلع فيني، أمير طلع فيني. أنت مفصول من الجامعة، خليك عاقل. يلا عود هون لشوف. فوت فوت قلي شو عم بيصير. انت شو مفكر حالك عم تعمل هون؟ شايفك متفاجئة بوجودي. اكيد انا متفاجئة. القبطان؟ شو؟ انسي انا بعدين بشرح لك، انت هلا انزلي لتحت. ماشي. ليكي، جبت شهادات خبرتي واجيت على الجامعة وقلت لهم فيكم تستفيدوا مني بهالفصل. لك انت جنيت شي؟ كيف عملت هيك؟ على الاغلب انا ما ولدت بالبحر. كانت حياتي مختلفة كتير. ضليت عم عيشها فترة طويلة لحتى قررت اني اختار الحياة اللي بدي عيشها. وهلا نفعتني. وانا هون. انا ما عم بسألك كيف اجيت لهون بنو. ليش انت هون هلا؟ خبرني. شو بدك يعني خبرك؟ اجيت لهون مشان اشتغل بشهادتي. انت اكتر شخص اناني بتعرف عليه بحياتي كلها. انت اناني كتير لدرجة المرض. مرحبا. اهلين. انا بتذكرك منيح هاندا. انا شخص ما بنتسى ابدا. وانا كمان تذكرتك. امبارح كنت قبطان يخت فريحة، اليخت المزور طبعا. واليوم انت هون بالجامعة. هذا تطور غريب، ما هيك؟ هي اخر سنة لك؟ ايه اخر سنة. الفرع؟ ادارة اعمال. معناتها رح نلتقي. يعني نحن لما نلتقي رح نحكي؟ بزمانك قلت انك ما بتحب انك تحكي او حتى تسمع. نبقى منشوف.